هنا قلعة برقوق، حصن مدينة خان يونس منذ الحقبة المملوكية، والتي ما زالت شاهدة على كل مآسي ومعارك هذه البلاد، ورحلة نضال امتد تاريخها منذ مئات السنين، ولأنه من عنق الألم يولد الأمل. بسم الله الرحيم، كل الشكر والتقدير لمنتدى الأمة للتنمية ومركز شباب الأمة على هذا الجهد الرائع المميز الذي يتميز به هذه الجمعية وهذا المركز على مدار سنوات طوال، حيث نشهد اليوم بادرة نوعية جديدة هي الوصول إلى بيوت المتفوقين والمتفوقات، ونحن هنا في بيت من هذه البيوت الثرية بالعلم والمعرفة والأدب والأخلاق، لنكرم أقمار مدينة خان يونس أوائل الثانوية العامة لعام 2020، وهو الفوج السادس على التوالي، فوج شهيد القدس، والذي يقوم منتدى الأمة للتنمية بتكريمهم للعام السادس على التوالي. هيا بنا. حقيقة بصمات إيجابية وكبيرة تركتموها في الميدان وفي نفوس طلابنا في دعمكم ألا محدود. كل عام يكون هناك تكريم لأوائل الطلبة من قبلكم، وهذا مشجع حقيقة للأجيال بشكل كبير. أقول طبعا أنه هذه الجهود المباركة، هذا التكريم له أثر طيب في نفوس المتميزين والأجيال التي تأتي بعدهم.